عايزين نخلص عليها. احترم نفسك انت. انتوا عايزين نخلص عليها. بس انت همجيه قوي يا اكرم. انتوا عايزين نخلص عليها. انت همجيه، انا مش هتعامل معاكي تاني. والله والله المكان دي بفلوسي. هتروح فيها. انت ازاي متجوز دي؟ لا يلا اقعدي هناك، اقعدي هناك. ايه ده؟ السلام عليكم. اهلا بيك. مين الاعداد يا جماعه؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ هو انا مش بشوف الضيوف قبل ما يخشوا الاول؟ معلش يا استاذ انا مش فاهم ايه اللي حصل. يعني ايه بتشوف الضيوف؟ يعني مش لازم اقابلهم قبل ما يدخلوا الاول؟ مش لازم اعرف مين اللي هيطلع معايا في الحلقه بتاعتي؟ هو احنا قليلين حضرتك؟ هو احنا قليلين ولا حاجه؟ لا معلش حضرتك، انا مش بطلع اي حد معايا في الحلقات بتاعتي. يعني ايه اي حد؟ لا يعني مش اي حد بيطلع معايا في البرنامج يعني. واحنا مش اي حد حضرتك؟ مين حضرتك؟ انا ما اعرفش حضرتك. انا ايمن صلاح، مخرج وممثل مصر. ليه يعني؟ طب افهم بس. حضرتك بتكلمي لي، انا بكلم الاعداد بتاعي. حضرتك بتكلمي لي اوكي اوكي. حضرتك لو انت كنت عايزه تقولي من الاول كنت حضرتك قلت لهم. يلا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هو وهي. زي ما انتوا عارفين، ناس كتير بتختار شريك حياتها بالحب، وناس كتير بتختار شريك حياتها بالعقل، وناس كتير بعد مده من الجواز بتكتشف ان مش هو ده الشريك المناسب. زي ما انتوا عارفين برضو ان العالم كله دلوقتي بقى بيعتمد على الذكاء الاصطناعي الاي اي، اللي خلى ام كلثوم بتغني بصوت شيرين، وشيرين بتغني بصوت اصاله، واحمد سعد قال لهم اختياراتي مدمره حياتي. احنا بقى النهارده عن طريق الاي اي هنعرف ضيوفنا النهارده اختياراتهم كانت موفقه ولا فيها كلام تاني. فاصل وهنرجع تاني، خليكم معانا. طلعنا فاصل. اختياراتي مدمره حياتي، دي بتهرج. نزل الاعلان الدقيقتين. بقول لك ايه؟ دي مش هتنفع معايا، مش هكمل. اهدى. ايه؟ مش هتنفع معايا والله يا ستي. دي تجاب دي قله الذوق. لا دي قمه قله الذوق. قله الذوق والمصحف. انا لو اعرف كده ما كنتش جيت. بقولك انا عايزك تدي لها، عشان انا انت عارفه ان انا اعصابي ضيقه وخلقي ضيق. ودي واحده ست وانت اللي تظبطي الدنيا. اهدى اهدى اكتر من كده. اهدى. انا عايزك تشوطي بعد اذنك، يعني ما بلاش النعومه اللي انت بتعمليها ده، عشان انا عارفك ساعات. عيب والله، والله عيب. ما من ناحية عيب عيب، بس كده اوفر يعني. عيب. المفروض يبقى في ذوق أكتر من كده شوية، دي مذيعة. المفروض يبقى في ذوق أكتر من لا كده. لا ذوق مفيش خالص، مفيش خالص. لا عيب. أنهي إعلان أنت نزلت ده؟ استغفر الله. لو أنت شلت بتغطيه. ده إيه البوظان ده؟ إيه البوظان ده بجد؟ ضيوف بقى يعني كل حاجه بايظه، حلقه بايظه والضيوف ايه ده؟ ضيوف ايه اللي بايظه؟ انا قلت ضيوف بايظه؟ اه انت قلتي ضيوف بايظه، يعني ايه ضيوف بايظه؟ حلقه بايظه. حضرتك انا داخله لك دماغي تحت ورجليا فوق ولا ايه بالظبط؟ يعني افهم بس. طنط انا ما اتكلمتش عليك. طنط اوكي اوكي اوكي، قبلها منك. أنا اوكي انا بتكلم على قبلها قبلها منك. اولادي وكتير جدا بيقولوا لي يا طنط، بيقولوا لي يا ماما كمان. لو حابه انك تقولي بقى، يعني لو حابه انك تقولي حاجه زي كده قبلها عديها. لا مش كده. حضرتك عايزه ايه؟ عديها. حضرتك عايزه ايه؟ خلصي شوفي هتقولي ايه. لا فندم خلصي. عشان وقتنا بقى، يعني احنا اللي لا معلش معلش، الحلقه بتاعتي وانا ماشيها زي ما انا عايزه. الوقت ده وقتي انا اللي دافعه تمام. طلعنا. ايمن ومراتك داليا. داليا ورجعنا لكم تاني هو وهي مع ايمن وداليا. داليا، انت شايفه نفسك شخصيه اجتماعيه ولا بتخافي من الناس؟ الحمد لله ما بخافش من الناس، ما بخافش غير من اللي خلقني. الناس كلها سواسيه زي بعض، بس في حاجه اسمها ادب، في حاجه اسمها ذوق. خليكي في نطاق السؤال. هو ده على فكره نطاق السؤال. انا بقول انا لو بتعامل مع الناس شخصيه اجتماعيه ولا لو بتعامل مع الناس بالادب وبالذوق هعرف كويس قوي الناس قبلاني او مش قبلاني.
لو بتعامل بعجرفه. ايمن شايف نفسك شخصيه اجتماعيه ولا؟ على فكره انت بتكلميني انا ما كنتش بتكلمي. خلصت سؤالك، انت قلتي ما بتعاملش مع والله الناس. والله يعني اجابتك باينه ان انت شخصيه ما بتتعرفيش على ناس جديده. برافو عليكي، اجابتك انت صح. والله انا الحمد لله شخصيه اجتماعيه ومحبوبه والناس كلها بتحبني وعلاقاتي متعدده، بس انا في احيانا حاجات بتبقى بتستفزني. علاقاتك ايه المتعدده؟ النسائيه يعني؟ لا نسائيه ايه، انا عموما في مجال المسرح وفي مجال الميديا فاكيد في علاقات نسائيه طبعا، بس مش علاقات زي ما انت متخيله، في صداقات معارف كده اخواتك كده يعني. بس داليا بتعرفي تتحكمي في مشاعرك؟ بنسبه كام في الميه داليا بتعرف تتحكم في مشاعرها؟ مش هبقى يعني اقول لك 100%، لا 50%. وال 50 التانيين؟ 50 التانيين بحاول ان انا الزق في ال 50 الاولانيين، بحاول يعني كده النسبه 50%. ايمن؟ لا انا بتحكم في اعصابي الحمد لله كويس قوي قوي قوي. طب برافو، انت احسن منها يعني، ممكن يكون انت اللي بتعرف تحكمها او انت اللي بتتصرف عنها يعني. مش موضوع اسمها بحكمها يعني، لان الكلمه جارحه قوي، انما اقدر اقول ان انا يعني اهدى شويه. داليا اكتر حاجه او اكتر صفه بتحبيها في نفسك وليه؟ بحبها في نفسي؟ الحمد لله ربنا مديني حاجه اسمها تواضع، وبحب اكون متواضعه مع كل الناس. يعني دي اكتر صفه بتحبيها في نفسك التواضع، شايفه نفسك متواضعه بنسبه كام في الميه؟ لا برضه هقول لك برضه 50%. ايمن؟ هي متواضعه بنسبه 50. لا انا مش بقول لك ترد، انت اكتر صفه بتحبها. يا جماعه ركزوا في الحلقه معلش يا استاذه، احنا شغالين والله، لو عايزين تعملوا كات ونمشي ما عنديش اي مشكله. خلاص احنا اوريدي خلاص لعبنا على الهواء، اتفضل. طيب لا حضرتك نسبه التواضع عندي عاليه الحمد لله، بعمل القليل ال زي التواضع. انا نسبه التواضع عندي، انا بقول لك ايه متواضع. اكتر صفه بتحبها في نفسك؟ التواضع برضه، التواضع فعلا. ما احبش الغرور، ما احبش التكبر، ما احبش العنجهية اللي ملهاش لازمة، فالتواضع عندي نسبته 80%. معانا تليفون بعد الفاصل؟ فاصل وهنرجع تاني هو وهي مع أيمن وداليا. استنونا. هو في ايه؟ تقول لي معاكي تليفون ومفيش تليفون، الموضوع مش عاجبني، محد يرد عليا. سبحان الله. بقول لك ايه يعني ايه معاكي تليفون ومعيش تليفون؟ سبحان الله، صلت أبدان على أبدان. أبدان مين؟ طب ما تركزوا. بقول لك وانتوا بعد اذن حضرتك ركزوا بجد. احنا مركزين والله حضرتك. حضرتك ممكن تكون بس هي لا، حتى قعدتها مش حلوه يعني. انت قاعد كويس، انت يعني كان قعدت مش عارف في ايه. في ايه؟ لا مين اللي قال الكلمه دي؟ ممكن لا انا طالعه لك. لا ثانيه واحده، انا طالعه لك. دي تاخدكم تسلم على وشها. تروح ارقص لها. ترقص ليه؟ والمصعب الشريف دي. دي تاخد 100 قلم. اسمعي كلامي. ده. طيب زي الفل قوي كده. الهدوم اللي هي لابسها مش طايقها. زي الفل قوي كده. اعمل ايه طيب؟ يلا بينا. يلا. بس يلا بينا. ما انا مش عايز تخش عليا وتعمل. يلا بينا. انا ممكن تخش علينا وتغلط وانا ما عنديش استعداد ان انا. يلا بينا. يلا بينا. بدل ما اعمل لك إيه؟ جريمه يا ستي، ولا تعملي جريمه ولا مش للدرجه. يلا بينا. طب بينا. لما تيجي طيب عشان نمشي، ما هو حدش هيمشينا يا جماعه، حد يخرجنا من هنا. لو مسكت فيها يبقى شكلها وحش. ما هي اساسا شكلها وحش. لو مسكت انا ما اعرفش تقولي ازاي. انا عيب قوي. انا ما اعرف، دي مستفزه. انا عامله احترام للناس اللي قاعده من الصبح لحد دلوقتي. ما انا عارف، فمش هينفع ان انا اتهزق في الاخر. اهدي بس، اهدي اهدي، مفيش حد يقدر يهزقك. اهدي. بص انا عايزك لما تيجي شوطي فيها، انا همشي، انا خلاص انا قررت ان انا امشي. بس ما نمشيش كده، مش ببساطه يعني. خدي حقك. مش قادره اغلط فيها، مش قادره، انا عايزه امشي. يا ستي استني بس لما تيجي. انا عايزه امشي. لما تيجي، لما تيجي. لا. لما تيجي اسمعيني. لا مش عايزه. ما هو مش هينفع كده. مش عايزه. مش هينفع كده طيب؟ عايز أقول. طب ما تشيليش حاجه عشان مفيش حاجه تبوظ. طيب اهدي. طيب لو سمحت يا ايمن هنمشي. والله والله أيمن. هنمشي. انا محترماك لو سمحت. طب اهدي لو سمحت. عادي يعني ايه حلقه في الفيديو؟ يعني ايه همشي؟ ايه ايه التهديد؟ عادي. انا قلت لك ما تروحش. على فكره اتفضلي اقعدي.
انت عندك كم سنه افندم؟ انت عندك كم سنه؟ اكيد اصغر منك. دي كم سنه؟ اكيد اوكي أصغر اوكي منك. عندك كم سنه؟ من دور بنتك مثلا تقريبا. من دور بنتي. يا ريت يا ريت يا ريت فعلا كان ربنا اداني بنات. انت عندك كم سنه؟ ليه يعني مش فاهمه ايه السؤال؟ انت عندك كم سنه؟ ليه ليه حضرتك هتبقي طاقه مثلا؟ لا لا ماما بتاعتك ما علمتكيش انك تتكلمي بادب مع الناس؟ ماما بتاعتي؟ اه لا علمتني طبعا. علمتك؟ اه. انا زعلانه بجد عشانك والله بجد، انا زعلانه قوي عشانك بامانه. اهدي طيب اهدي. لا ازعلي على نفسي مش عارفه. مامتك انا زي احترامي فيه. انما بجد انا زعلانه قوي على تعبها فيكي. بس خدي بس خدي خدي. طب يلا. استني يلا. استني طب عشان يلا لا بص حضرتك انت اوريدي مدي اقرار ان انت هتكمل الحلقه دي اوكي، فانا مش هدفع تدفع ثمن الحلقه بتاعت الهوا دي، اتفضل ادفع. فمحدش هنا هيمشي غير لما انا اقول. لا ما انت مش مشغلاني عندك حضرتك، مش هينفع. لا معلش انت مش وافقت ان انت تيجي تسجل يعني تصور معايا؟ يا داليا دي مش مشغلاني عندها، متفاهمين؟ يا حلال لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي اتكلمي بادب. انا بتكلم معاكي بادب مش هيقدم مامتي. ما تتكلميش بادب. لا بتكلم بادب. ما تخلينيش اقول لك ان انا ما شرفنيش ان انت تبقي بنتي. لا والله عيب عيب. انت من اول حلقه قاعده تهري وتنكتي ورجلك تتهز. ايه 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 قاعده بتهري وتنكتي. اهلي وعينكوت. اه يا بنتي بس 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 خلاص خلاص. لا انا مش فاهماكي بجد. لو سمحتي اتكلمي بادب والله. اكيد اكيد علموكي انك تتكلمي بادب. اكيد هي دي طريقتي. طريقتك خليها لنفسك يا ماما. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يلا استني. انت قد الحركه اللي عملتيها دي؟ طب ماما معلش. انت قد الحركه اللي عملتيها دي؟ اكيد قدها، لو ما كانتش مش قدها. انا لو جبت لك البادي جارد ده تيجي قطعتك كده. بادي مين يا ماما؟ بادي جارد. بادي مين يا حبيبتي؟ والله العظيم على حركه انت عملتيها. بادي مين يا ماما؟ بادي مين يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش عشان ما اسمعش كويس. سمعيني تاني كده. يعني انت بتنديك عليا انا؟ اه بتنديك عليكي؟ حبيبتي صغننه. اه صغننه. طب يا ماما خليكي صغننه. بدل ما اخليها لك اخر ليله ليكي. خلاص. خليكي صغننه. اخر ليله في ايه معلش؟ اخر ليله ليكي. في ايه؟ انت فرحانه يعني بايدك وعماله تمدحني؟ انا عارفه انا عشان انا علشان انا محترمه. والله انا محترماكي ومحترمه الناس اللي انا جايه معاه. تمد ايدك عليا. عيب عيب. ازاي؟ عيب عيب عشان ما توصلش لحاجه ابعد من كده. عيب. لا وريني اخرك. عيب في حاجه اسمها ذوق. لا لا وريني اخرك بجد. وانا ما فيش اخر. ايه اللي وريني اخرك؟ ممكن تمد ايدي عليكي. ممكن تمد ايدي عليكي. اسمعي معلش انا عايزه اعرف اخرها ايه؟ اخرها ايه؟ يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي والله العظيم تموتي فيها. يخرب بيت سنين. اموت فيها؟ ايوه ايوه ايوه. اهدي اهدي والله. انت انا واقفه قدامك مش مهزوزه ومفيش شعرية اتهزت فيا. داليا يلا يلا. طب الاقرار الاقرار استاذ ايمن والله العظيم عشان اقرار لي الزفت. الفلوس يا داليا الفلوس هدفع غرفه 60 ده فلوس ايه؟ لا بعد الشر عليا بعد الشر عليا بجد. اتفهمي بس لو سمحت. اتفضل عشان طب اقعدي اقعدي يا بنتي. انت ما تخليش مراتك هي اللي تمشيك. عيب يا بنتي يا بنتي. يخرب بيت كده. اقعدي يا دلي اقعدي يا دلي اقعدي يا دلي عشان انت ما تمشينيش. ايدك اقعدي. ايدك ما تمشيش تاني. اقعدي يا دلي. انت خلصي ام برنامجك. الله يخرب بيت فيك. طب اقعدي عشان اخلص ام برنامج. خلصي ما تضايقيش عليا بعد الشر عليا بجد. الله شر ايه بس؟ شر ايه؟ الشر عليكي بعد الشر عليكي. انت ست فظيعه بجد. ايه ده؟ ردي عليها ردي عليها. يخرب بيت سنينك. يخرب بيت سنينك. بعد الشر عليا بجد والله. الله اكبر بجد. يا بنتي يا الله. هو انا بحسدك يا متخلفه؟ خلاص خلاص يا بنتي. بنتي ايه وزفت ايه؟ ما انت شايف. ما انا مش هينفع. انت قابل؟ انت قابل؟ انا عايز افهم انت قابل؟ لا طبعا مش قابل. انت قابل ان واحده زي دي تتكلم معايا كده؟ لا طبعا مش زي دي. اه واحده زي دي. اسمي استاذه هنا. ايوه واحده زي دي. استاذه مين؟ استاذه على نفسك يا ماما. استاذه على نفسك. طب اقعدي. مالكيش دعوه. اقعد مكاني ولا ما اقعدش مكاني. مالكيش دعوه. حضرتك كملي حلقتك عشان نخلص. شوفي ايه هتعملي. فصلاني من فوقيه لتحت. انت انسانه فظيعه بجد. لا ايه يا ماما مفصلاكي ايه؟ يعني خلاص انت ايه في ايه؟ مفصلاكي ايه يا غلط على بعضك؟ مفصلاكي غلط على ايه؟ بعضك؟ اتفضلي اقعدي مكانك. اقعدي اقعدي اقعدي. خلص ام الحلقه. خلص الحلقه. خمس خلص خلص ام الحلقه دي. يا ستي حرام عليكي الحاجات دي بفلوس. لما انت عارفه ان الحاجات دي بفلوس. الحاجات دي بفلوس. ما تعاملي الناس اللي بتقابلك من غير فلوس عامليها كويس. ايه ده؟ انا مش هتكلم معاها، انا هتكلم معاك انت. يا حلوة. حضرتك شكلك راجل كويس كده وهادي في نفسك. انت ماضي اقرار تكمل الحلقه دي لحد الاخر، مظبوط؟ حصل. حلو.
يعني الحلقه دي هتمشي هتمشي بس مش بالاسلوب ده. يعني يا ريت يكون في اسلوب احسن من كده. يعني داليا ما يمين بالله هتجيها بالروسيه خمس ثواني وهطلع على الهواء. والله ما تقدر يمين بالله. والله ما تقدر. ما تحلفيش بس ما تحلفيش. لا تقدر على فكره يمين بالله تقدر. استنى اذهب. لو ما احترمتيش نفسك لو ما احترمتيش نفسك والله 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 لازعل اهلك عليكي. بتحلفي بالله؟ والله لازعلهم عليكي. بعد الشر عليا بجد. اتفضلي. المحن ده محن. انا ما شفتش كده. انا ما شفتش كده. انا ما شفتش كده في استوديو. انا ما شفتش كده محن. انا ما شفتش كده. انا ما شفتش كده خالص. قاعده قدامك بمنتهى الوقار والثبات تقولي عليا محن؟ وقار. قولي سوري بجد. هترجع لفقره التليفونات ولا ترجع لايه؟ ايه اللي تقول سوري؟ يلا ستاند باي. طلعنا الله يطلعوكي على هذا الشباب. ورجعنا لكم تاني هو وهي مع ايمن وداليا وهنستقبل اول تليفون في حلقه النهارده. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انا بس كان عندي استفسار يعني. مين معانا الاول؟ انا محمد. اهلا بيك يا محمد. بتكلمنا منين؟ من الجيزة حضرتك. من الجيزة. هو احنا متابعينك ومبسوطين بالحلقات وكل حاجة بس هو انت بتعاملي الناس كده ازاي؟ هو ازاي حضرتك مدية حق لنفسك ان انت تعاملي هو انت شارياهم؟ على فكرة انا مش سامعة صوتك بجد. على فكرة مش سامعاك. رد عليه صح. والله راجل. كت كت كت. والله راجل. معاكم اتصال تاني ونقوا التليفونات اللي بتيجي. والله العظيم راجل وجابته فعلا راجل ابن راجل. حقيقة. يلا يلا يلا. انا اللي قلت شكلها نجم. يلا. وانا اللي قلت شكلها نجم. حلوه الاغنيه دي كويس. انت برضو غلوشت على الصوت اللي حصل ده. من فضلك ما تتكلميش تاني واحنا على الهوا. مش انت اللي تقولي لي ما تتكلميش. لا انا اللي اقول لان لا. انا صاحبه البرنامج. لا ده برنامجي. طزي فيكي وفي البرنامج. لا معلش انا ممكن ارفع عليكي قضيه سب وقصف. ارفعي. والكاميرا دي مسجله كل حاجه. ارفعي. شايفين يا كاميرا؟ شايفين يا كاميرا؟ سب وقصف. ارفعي. برافو. هايله. ايه كمان؟ عشان ما بقيتيش نجمه يعني فانت غيرانه. ايه ايه ايه؟ عشان ما بقيتيش نجمه في مجالك انت غيرانه؟ نهار اسود. يا ستي اجتهدي يا ستي. انا اجتهدت وصلت للكرسي اللي انا قاعده عليه. يا ستي انا ما بجتهدش. انا الحمد لله ما بجتهدش. خلصت الاغنيه معلش من فضلك. معانا اتصال قول الو. الو. ايوه. مساء الخير ازيك عامله ايه؟ مساء النور. مين معانا؟ معاكي سلمى من القاهره. اهلا بيكي يا سلمى. انا بحبك جدا 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 ودايما بتابع البرنامج بتاعك. منافقه. ميرسي. انت اول مره تجيبي ناس يعني الصراحه انا مستغربه ما ليه بيتكلموا معاكي كده يعني. انت عندك حق انت المذيعه وده برنامجك. انت اول مره تجيبي ناس بالشكل ده. انا عندي حق ايه معلش؟ ومش قوي مش واجهه للبرنامج يعني شكلهم مش اللي هو قوي يعني. لا بلاش الضحك يعني. انا دي اول مره. سلمى لا هي كدا. مش كده خالص. هي يعني يلا مره كده ومره كده وحتى عندك حق. معلش يا سلمى اصل البيئه بتجيب البيئه اللي زيها. معلش يا سلمى. كات. انزل لي باعلان. داليا طلعني فاصل. مش ممكن انت بقى هي. طب معلش بس مش ممكن والله العظيم. ايه ده؟ هي اللي مش ممكن. سجلت الشتيمه اللي هي قالتها. انا عايز اعرف ايه البتاعه دي. انا ما اعرفش ايه دي. ايه البتاعه دي؟ انا ما اعرفش جايبينها منين فعلا. ازاي مذيعة؟ ازاي مذيعة دي؟ دي مذيعة. دي كعب والمصحف كعب. دي ماشيه كعب. دي بني ادمه كعب. ما انا مش فاهم والله يعني. لو جابوا دماغها وحطوها بدل كعب اللي هي لابساه يمكن تعرف تفكر. ما انا مش فاهمها. انا مش فاهم دي التركيبه دي جايه ازاي وازاي يعني في صاحب قناه وفي مدير قناه وفي رئيس قناه ازاي قابلين واحده زي كده تشتغل. مش فاهم انا. اهو اتفضلي. انتوا اللي قبلتوا على نفسكم كده. لا ما طب ما ده اكل عيشهم هيعملوا ايه؟ هما اللي قبلوا على نفسهم كده. قبلوا على نفسهم ايه؟ وهتتنطط عليهم كمان وكمان. هي مش لاقي حد يوقفها. لا 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 ده اوفر. عايزه كوزين يقلم على وشها. ما المشكله الاقرار. انت عارف الاول الاقرار. ما هي اقرار. بقول لك ايه؟ حد يشوف انت نايل ليه؟ انا عايز افهم. حد يشوفها لنا عشان نخلص. فين اللي قالوه ومسابقات وبتاع؟ حد يشوفها لنا عشان نخلص من الحلقه دي. شوفها لنا شوفها لنا شوفها لنا شوفها لنا عشان نخلص من الحلقه. انت ناوي حد فينا يتحبس النهارده صح؟
لا لو حد يتحبس انا اتحبس، انت ما تحبسيش. لا تتحبس ليه يا حبيبي؟ لا ما تتحبس. لا 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 انت ما تتحبس يا حبيبي، خليك انت عشان تربي العيال. يعني انت تتحبس في واحده زي دي ينفع؟ ما تقعدش في المكان ده، دي ما ينفعش تقعد هنا يا ستي. طب لما دي ما ينفعش تقعد هنا. طب نخلص تصوير و والله لو كلمت كلمه، عارف لو مسكتني هعجنك انت وهي يا ستي. ما فيهاش نفس. هعجنك انت وهي. ما فيهاش نفس. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وانا تموت في ايدك دي. حلقه باظت والله العظيم. خلاص انا سكت، انا سكت مش هتدخل. افندم بتقول ايه؟ طب بايظ وقعدك بايظ. والله ما في حد بايظ. طب بص البرنامج بتاعي. انت بتقولي لها في سرك دي على. ايوه ما فيش حد بايظ غيرها. انت بتبوظي البرنامج بتاعي على فكره. اتفضلي. انت مالك انت؟ انت جايبين لك محامي هنا ولا ايه؟ لا انا حر يا حبيبي، مش عاجبك امشي، صفي وامشي. هو انت مشغله الناس عندك؟ اه انت مشغله الناس عندك؟ مش هحوش عنك. ليه؟ مش هحوش عنك. بتاع ايه؟ يعني ايه بتاع ايه؟ انت بنت مين اساسا عشان خاطر تشغلي الناس عندك؟ لا انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ لا والله 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 ما تكوني مين حتى. ايه مين حتى؟ ايوه 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 والله لو كنت مين حتى واهلك ما عرفوش يربوكي ممكن تيجي واحده زي غلبانه تربيكي. فعلا انا مش هحوش عنك، انت ما تسهليش ان انا احوش عنك اصلا. طنط مين يا ماما؟ طنط مين يا حبيبتي؟ اللي يدور يا ماما في بطاقتك يا ماما يلاقيك اكبر مني. بس يا حبيبتي بس يا ماما روح اغسلي وشك يا حبيبتي، روح اغسلي وشك. انا اعذرك والله. روح اغسلي وشك. والله انا اعذرك. روح اغسلي وشك. وانت تعرفي انت ازاي؟ انت تبقي سبب في قطع عيش الناس دي كلها؟ مالكيش دعوه. عشان دي ما تعرفش. مالكيش دعوه، عارفه لو هبيع اللي ورايا واللي قدامي وادي للناس دي فلوسها هعملها. انما انت واحده زيك ما تتحكمش في رجاله. ما تتحكمش في ايه؟ ما تتحكمش في رجاله. هم جايبينك محامي ليهم؟ مالكيش دعوه، انت مالك؟ انت مالك حد اشتكى لك؟ وانت مستويه نفسك على ايه؟ انا مش مستويه نفسي. انا مش مستويه نفسي. لكن يمين بالله لو ما لميتي نفسك واحترمتي نفسك واحترمتي الناس اللي بتقعد قدامك ايا كان الناس دي اكتر. اديني اكتر. ايا كان الناس دي اديني اكتر عشان انت كده هترفع عليكي قضيه. هاتي اخرك بقى معايا. قضيه احترم نفسك. هو انتوا عايزيني اخلص عليها؟ احترم نفسك انت. انتوا عايزيني اخلص عليها؟ بس انت همجيه قوي على فكره. بس انتوا عايزيني اخلص عليها؟ انت همجيه، انا مش هتعامل معاكي تاني. والله والله ما كانش في فلوسي هتروح فيها. انت ازاي متجوز دي؟ لا لا انت مالك؟ انت مالك متجوز دي ولا مش متجوز؟ لا انت صعبه قوي. ازاي اعيش معاكي في البيت؟ حد جه قال لك تعالي ناخد رايك؟ حد جه قال لك تعالي ناخد رايك؟ روحي بقى عشان تخلص الحلقه. روحي روحي روحي. الله الله الله، كمان الديكور حتى بتاع الناس. روحي روحي. انت مفتريه. هي اللي مفتريه برضه. هي المفتريه، هي المفتريه. انت تسكت خالص واخر يومك النهارده. خلصي شناوي. ايوه طلع دي الكرسي لو سمحت. ما تطلعش شناوي. لا انت اللي هتمشي شناوي قاعد معايا. ما تعدلي الكرسي انت. ده كرسي. معلش انا مين اللي الكرسي؟ اتفضل. لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا حبيبتي شغلانته. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت. اعدلي كرسيكي يا حاجه شغال. هو ديكور. اعدلي يا ماما. هو ديكور. اعدلي يا ماما. انت في ايه؟ انت ايدك ايدك بس ايدك. اعدلي كرسيكي. مش ده كرسيكي يا ماما؟ شكرا ميرسي لذوقك. لا لا مش قصدي ذوقك هو، بس عشان في اخلص ايه؟ عشان اخلص. لا ايدك ما تمدش تاني. عشان اخلص عشان اخلص عشان اخلص. يلا يلا انهي الحلقه، يلا انهي الحلقه خلاص فعلا. ادي اخره الضيوف اللي انتوا بتجيبوه. يلا بقى تاني. المايك اللي وقع ده ما انا عايز انهي. قوم يا زفت الحلقه. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ايه دي شوية؟ نقولها الزفتة بتاعتها. ده ايه ده؟ صوتك ما يعلاش. لا الزوج دي يعلى براحته. اطلع بره. معلش انا قاعد معلش المايك ده لو سمحت. لا عشان انت بعد. لا انا فعلا ما شفتش استفزاز زي كده خالص في حياتي. ورد عليا كتير وقليل ما وردش عليا الصنف ده ابدا. انت عارفه انا سامحك عطلتينا. الله يسامحك. انا مهدي نفسي عشان ضغطي. انا مهدي نفسي عشان ضغطي وسايبك تتعامل عشان هي المفروض ان هي واحده. ما اعرفش ازاي تبتدي عليا في سرك. تبتدي عليا في سرك يعني؟ الله يسامحك والله يا بنتي بعدي عني. هو انت عندك الضغط؟ اه الضغط عالي عندي بس بجد والله العظيم. الله يعينك بجد. الله يعينك الله يعينك. يلا انهي بقى. يلا طلعنا بقى فاصل اللي هو ننهي بقى الحلقه دي خالص. انتوا سامعيني كده يا جماعه؟ اعصابك يا ستي اعصابك. اهدي اهدي.
هو انت بجد ربنا يغفر لك انت عملتيه ده؟ عارفه يا ست جبتي اخرك خالص عشان الكاميرات مسجله كل ده عشان ارفع عليك قضيه. طز شكرا. العفو. يلا حبيبي رجعني. على فكره لو علت صوتها تاني أيمن. لو سمحت. نعم. خلاص انا عايزه انهي الحلقه. تقدروا تتفضلوا تمشوا عادي جدا ولا اقرار ولا بتاع. يلا. لا بعد الحلقه هنهي وتفضلي. يخرب بيتي. هنهي خلاص هطلع اعمل الفيلم بتاع الحلقه. ترد عليها عشان فضل. انا مش طايقها. انا فعلا مش طايقها. اتفضلي. يا رب صبرني. ممكن تقعدي يعني عادي. عادي. صبرني صبرني. اه يا حاج. لا ما تنرفزيش عليا انا مالي. مش يلا جاهزه؟ يلا تنرفز عليك انت كمان. يلا. ورجعنا لكم تاني في هو وهي اللي مش هو وهي اصلا. احنا كنا في مراتي في ورطه لا تراجع ولا استسلام الجزء الثاني وعملنا مقلب في داليا القمر دي. تعالي بس تعالي تعالي داليا خدي بس خدي ايمن كان عارف كل حاجه خدي طب خدي طيب خدي طيب اهدي بقى خلاص عشان ننهي الحلقه بجد عشان ننهي الحلقه بجد طيبه جدا اهو اقعدي اقعدي يا نهار اسود متهيألي أقوى واحدة قابلتك النهارده. خلاص بقى يا دودو بقى يا قمر أنت بقى في إيه يا دودو بقى؟ أنا آسفة. أنا اللي آسفة والله. دودو. خلاص بقى واحد صافي يا لبن خلاص بقى استفزتك وضربتيه خلصي واحد واحد طب ايه رايك فيها ينفع ممثله؟ انت مجرمه مجرمه التمثيل يعني مجرمه التمثيل فعلا انتوا نورتوني وعلى راسي واحلى حلقه والله العظيم ربنا يخليك احلى ناس دخلت ربنا يبارك فيك ربنا يخليك شرفت بيكم بجد الشرف لينا استاذه داليا الجميله موافقه انزلي الحلقه؟ انا موافقه انزلي الحلقه ها انا موافق استاذ ايمن انا موافق طبعا انا موافق طبعا والله شكرا